السلام عليكم، أنا سميتي نوال، عمري 33 عام. كنخدم أستاذة ديال الأجانب، كنقريهم الدارجة والعربية الفصحى. كيجيو بزاف ديال الطلبة من العالم كامل، من فرنسا، من إيطاليا، من آسيا، من أمريكان، من كندا، من البلايص كاملين في العالم، وكيجيو باش يتعلموا شوية العربية الفصحى، وكاين اللي كيبغي يتعلم حتى الدارجة. كاين طلبة اللي كيبغيو يتعلموا حيت كيقراو العربية في الجامعة ديالهم، وكاين طلبة اللي كيبغيو غير يتعلموا العربية حيت كيجيو هنا في المغرب سياحة، كيجيو يشوفوا المغرب والمدن المغربية، وفي نفس الوقت كيجيو يتعلموا شوية ديال الدارجة باش يقدروا يتكلموا شوية مع الناس في الزنقة، في التاكسي، في الريستو، في أي بلاصة. المغرب بلاد زوينة، بزاف الناس كيجيو ليها حيت الجو ديالها زوين. كاين عندنا طبيعة مختلفة، كاين الجبال، كاين البحار، كاين الصحراء، والجو ديما زوين سخون. وبزاف الأجانب كيعجبهم الحال هنا في المغرب حيت الجو مشمش وزوين بزاف. التجربة ديالي في هاد الخدمة زوينة بزاف، كنخدم هادي تقريبا 6 سنين ونص، وعندي كونتاكت زوين مع الطلبة، سورتو هما باقيين شباب وكيبغيو يتعلموا بزاف ديال الحوايج. في الدارجة كاين بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوهم غير في الدارجة، والدارجة فيها شوية ديال الفرنساوية. ملي كنخرجوا للشارع الناس كيستعملوا الدارجة، وكاين شوية ديال الفرنساوية في الهضرة ديالنا. مثلا التعابير اللي هي معروفة بزاف في المغرب، بزاف، كلمة بزاف، العالم بزاف الناس كيعرفوا هذه الكلمة، هذه بزاف اللي هي مثلا شكرا بزاف، thank you very much، thank you، شكرا بزاف بزاف بزاف، كنستعملوا هذه الكلمة بزاف. ومثلا الى شي واحد تفاجئ كنستعملوا كلمة اللي ويلي 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 ويلي، ولا اوا ملي شي واحد عنده سيربرايز. وكنستعملوا بزاف الكلمات ديال ماشي مشكل، ديما ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل، it's like no problem no problem، اذا ماشي مشكل بزاف. وكاينه صافي صافي، المعنى ديالها ملي كنقول شي واحد ستوب، صافي صافي. هادو هما لي زيكسبرسيون اللي معروفين وكنستعملوهم بزاف في الدارجه ديالنا.